الغابات النفطية الموقع بتاعها تقع بين دائرتي عرض 40 إلى 60 شمال وجنوب خط الاستواء، أي تقع وين؟ تقع في غرب شنو؟ غرب القارات. تتميز البيئة هذه، شنو المناخ بتاعها؟ تتميز هذه البيئة باعتدال الحرارة صيفا والبرودة شتاء والأمطار طوال العام. تزداد شتاء وغزارة الأمطار على سفوح الجبال، وتمتاز أيضا بغزارة الأمطار على سفوح الجبال. أهم نباتات هذه البيئة هي تنفض أوراقها في فصلي الشتاء، في الخريف والشتاء، بسبب برودة، وتنمو في الربيع. يعني لماذا سمي بالأشجار؟ لأنها تنفض أوراقها. مقصود تنفض أوراقها يعني شنو؟ تنتر أوراقها في فصل الشتاء لكي تتحايل على هذا الفصل، وتستطيع النمو، وتستطيع أيضا شنو؟ الحياة. لماذا؟ لأن الورقة في هذا الفصل تجد الورقة تجد مثلا على سبيل المثال مزدهرة، بعد ما يجي فصل الشتاء تتراكم الثلوج على هذه الورقة مما تعيق من نمو بتاعها. لذلك في فصل الشتاء تحاول أن تنفض هذه الأوراق لكي تصبح شنو؟ لكي تستطيع النمو وتستمر في الحياة. أثر إنسان على هذه البيئة، للأسف أزال مساحات كبيرة من الغابات وزرعها بالقمح والبنجر والبطاطس والشوفان، نظرا لخصوبتها تعتبر من الأقاليم الهامة صناعيا، كما هو الحال في غرب أوروبا. مناطق غرب أوروبا بصفة عامة هي عبارة عن مناطق صناعية، حولها الإنسان من مناطق غابية حولها لها إلى مناطق صناعية، وتعتبر من أهم الأقاليم الصناعية في العالم. إذن بعد ما نقول لك يا طالب أو طالبة، ما هي البيئة التي حولها الإنسان من بيئة غابية إلى أهم بيئات العالم صناعة؟ وهي شنو؟ وهي بيئة الغابات النفطية التي تعتبر للأسف الشديد أزال منها مساحات وحولها لي إلى مناطق شنو؟ مناطق صناعية. ننتقل إلى البيئة التي تليها.